التنمية بأنواعها هي السبيل الوحيد للإبقاء على قدرات الدولة، وقد بدأت بتطوير منطقة قناة السويس من خلال إنشاء قناة موازية وتعميق وتوسيع تفريعات البحيرات الكبرى لتزيد القدرة الاستيعابية وبالتالي عائدة القناة. وكان لقطاع النقل قسط كبير من خطوات التنمية، حيث بلغ إجمالي أطوال الطرق الجديدة أكثر من 2000 كيلومتر، كما تم إنشاء 19 محورا وكوبري بأكثر من 13 مليار جنيه، وتم الانتهاء من ميناء أرقين البري بين مصر والسودان بتكلفة تخطت 90 مليون جنيه، كما انتهت الدولة من ميناء سفاجة بتكلفة 510 ملايين جنيه، هذا فضلا عن تحديث أكثر من 18 ألف عربة للقطار وتطوير 88 محطة وأكثر من 450 مزلقا. كما شملت محاور التنمية قطاع الأعمال الذي بلغ إجمالي إيرادات شركاته أكثر من 80 مليار جنيه، فضلا عن قطاع الصناعة الذي ارتفعت فيه قيمة الصادرات لتصل أكثر من 5 مليارات جنيه. ولأن الزراعة أهم محور للتنمية، فقد أطلق مشروع المليون ونصف المليون فدان، وأنشئت 25 صومعة بسعة 1.5 مليون طن، إلى جانب البدء في زراعة الذرة الصفراء بنحو 1,250,000 فدان، بما يقلل الاستيراد بنحو 340 مليون دولار. ولتقليل الفجوة الغذائية وتأمين احتياجات المواطن، شرعت الدولة في إنشاء المزارع السمكية خاصة في شرق القناة، حيث أحواض الترسيب بإجمالي 4,000 حوض، إلى جانب مشروع الاستزراع في كفر الشيخ بمرحلته الأولى على مساحة 2,575 فدانا. وانطلاقا من أن الإنسان هو أساس التنمية، اهتمت الدولة بإطلاق مشروع قومي للإسكان، تم تنفيذ 700,000 وحدة منه بواقع 150,000 وحدة سنويا، هذا بجانب الانتهاء من 700 مشروع للمياه والصرف الصحي وإنشاء 10 مدن من الجيل الجديد. وكان من الضروري أن تتزامن هذه الخطوات مع ضمان حقوق الفئات الأولى بالرعاية من خلال الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل.